احنا دلوقتي عرفنا ازاي ان احنا اكواير داتا من البيشنت، عرفنا ازاي نحط ار اف فالسز ونكولكت داتا امتى علشان يبقى في عندنا كونتراست معين. طب احنا دلوقتي هنكولكت الداتا دي ازاي نكون بيها الصوره؟ عشان نكون الصوره نعرف اولا ان احنا الاساس اللي مبني عليه التصوير في الام ار اي حاجه اسمها فوريه ايمجينج. اوكي، الفوريه ايمجينج مبني على الفوريه ترانسفورم، فنتكلم الاول على الفوريه ترانسفورم عشان بعد كده هنبني عليه طريقه الريكونستراكشن بتاعتنا تبقى عامله ازاي. فالفوريه ترانسفورم هو بيبروفايد فريكوانسي سبيكتروم اوف ا سيجنال، بيبقى عندي بيسكلي تايم دومين سيجنال، بعمل فوريه ترانسفورم بيجي لي فريكوانسي كونتنت بتاعها شكله عامل ازاي. لو عندي سينك سيجنال بالمنظر ده بيجي لي جيت الناحيه الثانيه، لو عندي حاجه شكلها ساينوسويدال بيطلع لي تو امبلسز كده، واحده عند ماينس اوميجا نوت واحده عند بلس اوميجا نوت. يعني في كل الاحوال لو انا عندي سينك اوميجا نوت تي بالفوريه ترانسفورم يطلع لي حاجه بالشكل ده كده. اوكي، فبيسكلي انا ببص على السيجنال بتاعتي في تايم دومين. اوكي، بالفوريه ترانسفورم بتروح لي الفريكوانسي كونتنت بتاعها عباره عن ايه. يعني هنا كان عندي سنجل فريكوانسي، كان عندي امبلسز عند الايه، عند الفريكوانسيز بتاعت الايه، بتاعت السيجنال دي بلس ماينس. طبعا ماينس مش ملهاش تفسير او ملهاش يعني منطق قوي، هي الاوميجا نوت هي نفسها معناها ان في عندي فريكوانسي اوميجا نوت موجوده حقيقيه موجوده في الايه، في السيجنال بتاعتي. الجزء بتاع السينك ده شكله معقد، فهو اكشن نقدر نفكه بدلاله مجموعه من الفريكوانسيز من ماينس اوميجا نوت لغايه بلس اوميجا نوت. الايكويشن بتاعت الفوريه ترانسفورم، لو اتكلم بقى تو دايمنشن فوريه ترانسفورميشن عشان احنا بنتكلم على هنكون صوره، هو عباره عن انتجريشن من ماينس انفينيتي لانفينيتي جي اوف اكس ان واي اي تو ذا ماينس جي توايس باي اف اكس في اكس في اف زد اف واي في واي دي اكس دي واي. انا دلوقتي بعمل انتجريشن وذ ريسبكت تو اكس ان واي، فمعنى كده جي اوف اكس ان واي دي هتختفي مش هتبقى موجوده، والاكس ان واي اللي هنا دول هيختفوا، هيريبليس الكلام ده كله اف اكس واف واي. اوكي، فيطلع لي في الاخر هنا كابيتال جي اوف اف اكس اند اف واي. ده عباره عن حاجه بسميها الفور ترانسفورم او الاناليسيس ترانسفورم. اناليسيس معناه ان انا باخد تايم دومين سيجنال وبعمل لها ديكومبوزيشن او بحللها ان تيرمز اوف البيزك فريكوانسيز بتاعتها بتساوي كام. الانفرس ترانسفورم بقى او بسميه سينثيسيس معناه ان انا باخد الجي اوف اف اكس اند اف واي اللي هو الاوتبوت من هنا اللي هو اف اللي هو الفوريه ترانسفورم اوف جي اللي هو كابيتال جي اوف اف اكس اند اف واي، وده على فكره نوتيشن، باخد السمول سيجنال او السمول لتر عشان اعبر عن التايم دومين سيجنال او السبيشال دومين سيجنال اللي هي الحاجه اللي في الاكس اند واي، وباخد اللي في الناحيه الثانيه اللي في ناحيه الفوريه ترانسفورم الناحيه الثانيه بسميها كابيتال، باخدها بكابيتال لتر اللي هي كابيتال جي. اوكي، نفس الحاجه بالظبط هنا بس بدل ما بحط هنا نيجاتيف بحط هنا بوزيتيف. اوكي، ونفس كل حاجه بس بقى انتجريت برضو هنا وذ ريسبكت تو الفريكوانسي variable بدل ما كنت بقى هنا بقى integrate with respect to the spatial domain variables. ال Fourier transform by the way ده يعتبر orthogonal transformation ويعتبر one to one transformation، يعني معنى كده لو انا عندي g of x and y لها بس واحده g capital of f x and f y، يعني ال spectrum بتاعي ده unique لل g of x and y ده. ونفس الكلام بالظبط لو انا عندي g of f x and f y برجع منه بال inverse transform اجيب سيجنال واحده بس في الايه، في السبيشال دومين. يبقى معنى كده ان انا كل سيجنال موجوده لها سبيكتروم وهما الاثنين يعني يونيك بالنسبه لبعض. في عندنا بعض الملاحظات من الفوري ترانسفورم نقدر ناخدها كده نبص عليها، ان انا لو انا بتكلم على الايفكت بتاع الهاي فريكوانسيز، يعني ايه الايفكت بتاع الهاي فريكوانسيز؟ لو انا دلوقتي بانكلود الهاي فريكوانسيز معايا ايه اللي هيفرق عن ان انا ما بشيلها؟ اوكي، الهاي فريكوانسيز عامه في اي صوره بتمثل لي الديتيلز بتاعت الصوره نفسها. اوكي، يعني ذا مور اي اكواير وذا هاير الفريكوانسيز اللي انا خدتها موجوده عندي، يبقى معنى كده الريزولوشن بتاعت الصوره بتاعتي هتبقى احسن. الباند ويث عموما هو يعتبر ا ميجر اوف ذا رينج اوف فريكوانسيز بريزنت ان ذا سيجنال، يعني لو انا عايز اقيس الفريكوانسي كونتنت بتاع السيجنال بشوف الباند ويث بتاعها في الفريكوانسي دومين بيساوي كام، وده بيعبر لي عن الفريكوانسي كونتنت بتاعها الرينج بتاعه عباره عن ايه. لو انا بتكلم على ان انا فرضا يعني خدت مثلا حاجه شكلها كده، اوكي، يعني السيجنال بتاعتي الاصليه شكلها عامل كده، لو انا خدت فيري لو ريزولوشن بس هلاقي السيجنال بتاعتي شكلها عامل كده. كل ما اعلي الريزولوشن بتاعتي كل ما اعلي الفريكوانسي كونتنت بتاعي تتحول تبقى كده وتبقى كده. يعني لو انا خدت فيري لو ريزولوشن، لو خدت فيري لو فريكوانسيز بس هلاقي شكل البلس دي بقى شكلها عامل كده. لو حسنت، لو خدت فريكوانسيز اعلى شويه، يعني خدت فريكوانسي كونتنت بتاعها دي اعلى شويه، ببتدي اشوفها تبقى عامله كده.
لو خدت فريكوانسي كونتنت اعلى كمان بتبقى كده، اعلى كمان تبقى كده، يعني تفضل تعلى كده لغايه لما في الاخر عندي انفينيتي. بقى لو خدت انفينيت باندويث بيطلع لي شكل السيجنال بتاعتي اولموست اكزاكتلي ذا سيم از الاوريجينال. كويس. احنا طبعا بالنسبه لنا في الاكوزيشن بتاع الام ار اي نلاحظ ان احنا ما نقدرش نعمل اكوزيشن لباندويث يعتبر فاينايت انفينيت، ما اقدرش اخد انفينيت باندويث، ما اقدرش ان انا اكواير سيجنال تبقى ماينس انفينيتي انفينيتي، فانا دايما هاخد حاجه تبقى فاينايت. فالنقطه اللي انا لازم اخد بالي منها ان الايفكت اللي زي كده لما الاقي في الصوره حاجه شكلها انها بتطلع وتنزل كده، في حاجه زي رينجنج كده موجود في الصوره، او حاجه زي اكن عندي يعني كل ادج كده بيبقى وراها كذا خيال ليها كده موجودين معاها، اوكي، وكل حته فيها شارب ترانزيشن الاقي نفس الكلام بيحصل برضو جوه، الاقي فيه في حاجه زي اكنها موجات كده في الميه، اوكي، في الصوره. فمعنى كده بتكلم على ان انا يعني ابقى واخد بالي ان دي جايه نتيجه ان انا خدت فريكوانسي كونتنت مش كافي. لو انا خدت فريكوانسي كونتنت يعني معقول، بلاقي ان الفاريشنز اللي عندي هنا وذين الاوبجكت بتاعي مش بطاله، يعني صغيره كفايه، والاقي عندي برضو الناحيه الثانيه هنا برضو شكلها مش بطاله، فاقدر اشوف ان دي تقريبا كابروكسيميشن دي مش وحشه، اوكي. فناخد بالنا ان الباندويث بتاعنا حسب ما بنكوير باندويث حسب ما احنا بنقدر ناخد حاجه شكلها مش بطاله، كل ما كان كبير كل ما كان كده، كل ما كان صغير بيطلع لي حاجه شكلها فعلا ابور ابروكسيميشن للايه، للحاجه الاصليه اللي انا بحاول اصورها.